بسم الله الرحمن الرحيم، هنستكمل مع بعض حل المسائل في الدرس الثاني على الفصل الثاني اللي هي على الملف الحلزوني والملف اللولبي. بص، في المسائل اللي من النوعيات ديت اهم حاجه تعرف تطلع المعطيات اللي موجوده في المساله وتفنطهم. ليه؟ غالبا هيجيب لك شويه مسائل سهله اللي هي مساله على ملف دائري لوحده ومساله على ملف حلزوني لوحده. ساعه ما يبتدي يدمج الثلاث حاجات مع بعض اللي هم ملف دائري، ملف حلزوني، سلك مستقيم، لازم تفنط المعطيات كويس. فنطت المعطيات هتلاقي تكتب القوانين بتاعت كل واحد فيهم والعلاقة اللي بتربط القانون بالتاني طبقا للي موجود في المسألة، هتلاقي المسألة اتحلت معاك كده، ما تستصعبش المسائل دي. تعال نبص مثلا على المسائل بتاعتنا يلا سريعا. أول سؤال بيقول لك إيه بقى؟ ملفان دائريان متحد المركز. تعال نفنط المعطيات بتاعتنا، يبقى ملفين متحد المركز احنا فهمناها مش هشرحها تاني، يعني الاثنين على نفس الايه، لهم نفس المركز بس في واحده كبيره وواحده صغيره. يمر المركز متحد المركز الاول يمر به تيار شدته 7 امبير، يبقى اي واحد بتساوي 7 امبير، وعدد لفاته ان، يبقى ان واحد بتساوي 400، ونصف قطره يبقى ار واحد بتساوي 20 سنتيمتر. فاذا كان التيار المار بهما في نفس الاتجاه، حلوه دي عشان تبقى كثافه الفيض الناتجه الاثنين في نفس الاتجاه، يبقى المحصله جمع. اوجد كثافه الفيض المغناطيسي عند مركز الملفان في الحالات الاتيه: رقم الف، طبعا انا ما كملتش السؤال معلش، وعدد لفاته 400 لف 400 لف، ونصف قطره 20 سنتي، والتاني بيمر بيه تيار 10 امبير، يبقى اي 2 بتساوي 10 امبير، وعدد لفاته 500، يبقى ان 2 بتساوي 500 لف، ونصف قطره 10 سنتي، يبقى الار 1 بتساوي 10 سنتيمتر. فإذا كان التيار المر بهما في نفس الاتجاه أوجد كثافة الفيض عند مركز الملفان في الحالات الآتية: رقم واحد عندما يكون في مستوى واحد. جميل جدا. لما يكون الملفين في مستوى واحد، يعني بص من الآخر لو ده الملف الأول أهو ماشي، الملف الثاني هيبقى موجود جواه كده، أدي معنى الاثنين في مستوى واحد، الاثنين في نفس المستوى. عايزين نحل الحل. طبعا الاثنين، أدي الملف الأول وأدي الملف الثاني، وقال لك إن التيار بيمر في نفس الاتجاه، هيبقى محصلة كثافة الفيض هتبقى جمع، لأن كثافة الفيض الأولى زي كثافة الفيض الثانية في الاتجاه. يبقى هنيجي نقول له كده البي 1 بتساوي ميو في أي في إن على الاثنين أر، بس ركز يا باشا، 1 1 1 الكلام ده بيساوي 4 باي في 10 أس سالب 7 في الأي 1 بكام؟ ب 7 أمبير، في الإن 1 بكام؟ ب 400. الكلام ده كله مقسوم على كام؟ على 2 في الار 1 بكام؟ ب 20 سم، يبقى 20 في 10 اس سالب 2. طلعت يا عم الحاج كثافه الفيض الاول بالتسله، تمام؟ تعالى نحسب كثافه الفيض الثاني. ب 2 هتساوي ميو في اي في ان على 2 ار، طبعا بس هنا 2 2 2. الكلام ده هيساوي 4 باي في 10 اس سالب 7 في التيار بتاع الثاني ب 10 امبير في عدد لفاته 500. الكلام ده كله مقسوم على ال 2 تنزل، والار 2 بكام؟ ب 10، بس هضرب في 10 اس سالب 2 عشان احول من سنتي لمتر. الكلام ده هيديك كذا تسله. كثافه الفيض الاولى بتساوي البي 1 زائد البي 2. شكرا. الاجابه رقم ب، عندما يدور احدهما 180 درجه. بص يا سيدي، عايزك تركز معايا بس كده. ادي الملف الاول ماشي، ادي الملف الاول اهو، والملف الثاني اكبر منه كده وهيبقى عامل كده. اتاكد ان الصوت شغال في الكاميرا اصلا، احسن احيانا بنسى اشغل المايك اساسا. لا شغال، تمام. فالمهم يبقى ادي الملفين اهم، تمام. فالمفروض ان التيار مثلا بيمر في الاول كده وفي الثاني في نفس الاتجاه كده. لو انا خدت واحد منهم ولففته خليته 180 درجه، انا مش عارف مش هتفهموها ولا لا، بس هو التيار بتاعه، بص ركز معايا، خليك في الكبيره ده بس، يعني خلينا في واحده بس عشان تفهم. المفروض الكبيره ديت التيار بيجي فيها من هنا ويلف كده، صح؟ لما انا اعمل كده ركز على ده، التيار جاي كده صح؟ فركز دي مع دي. بص لما اجي اعمل كده التيار اتعكس وبقى في الاتجاه المخالف، تمام؟ ده معناه ان انت لما تعكس واحد من الملفين يبقى كل اللي انت هتعمله ان المحصله في الحاله الثانيه اللي هي رقم ب هتبقى طرح. طب اطرح مين من مين؟ 1 ناقص 2 ولا 2 ناقص 1؟ الكبير ناقص الصغير، وبكده حسبنا المحصله، يبقى ب ناقص ب، بس انا مش هحلها، انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ رقم ج، عندما يدور احدهما 90 درجه. حلو الكلام ده، شرحناه برضو. 90 درجه يعني يا جماعه بصوا كده، ادي الملف الاول اهو، تمام. المفروض الففه 180 يعني عملته كده، طب الففه 90 هيبقى عامل كده صح؟ تمام جميل. تعال نشوف على الوضع الحالي ده اللي هو الوضع اللي قدامك ده، المجال بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ والله مش ده ملف دائري، المجال بتاعه بيبقى كده صح؟ جميل، يبقى هو المجال بتاعه هيبقى عامل كده. طيب الملف الثاني بقى اللي هو في المستوى ده، المجال بتاعه عامل ازاي؟ هيبقى عامل كده، تمام. يبقى انا عندي مجالين، مجال داخل للصفحه والمجال الثاني كده، يبقى الزاويه بينهم كام؟ 90 درجه. يبقى الاثنين دول عمودين على بعض، يبقى المحصله بتاعت اللي هي البي بتساوي الجذر التربيعي، البي 1 تربيع زائد البي 2 تربيع.
هم دول الثلاث قوانين اللي يحلوا لك المسألة بسهولة جدا وبسلاسة. رقم 9، ملفان دائريان في نفس المستوى زي اللي فوق، متحد المركز زي اللي فوق، يمر بهما تيران متساويان في المقدار. حلو قوي دي، يعني ممكن نيجي نترجم الجملة ديت ونيجي نقول له معناها ان اي واحد بتساوي اي اتنين، ومتضادين في الاتجاه. فاذا كان قطر احدهما 10 سنتي وعدد لفاته 100، ماشي، يبقى ار واحد مثلا بتساوي 10 سنتي وان واحد بتساوي 100. وكان قطر الاخر 20 سنتي. معلش انا غلطت فوق، عارفين ليه؟ لان هو هنا بيقول لي متضادين في الاتجاه، فاذا كان قطر احدهما يبقى انا هكتب هنا 5 سنتي، تمام؟ وهكتب كده ان ار 2 هو قال لي قطر الثانيه 20، يبقى هكتب كده 10 سنتي، لان انا بتكلم على نصف القطر مش القطر. فكم يكون عدد لفاته لكي تنعدم كثافه الفيض عند مركزهما المشترك؟ يعني بيقول لي بقى ال ان هتساوي كام؟ ال ان 2 هتساوي كام؟ بحيث ان كثافه الفيض تنعدم عند مركزهما. والله اللي انا اعرفه ان لما معنى ان كثافه الفيض تنعدم معناه ان البي الاولى بتساوي البي الثانيه ويبقوا عكس بعض في الاتجاه. طيب تعالى نكتب القانون بتاع الاولى، هيبقى ميو في اي واحد في ان واحد على 2 في ار واحد. الكلام ده بيساوي ميو في اي 2 في ان 2 على 2 في ار 2. تعالى يا سيدي نختصر، فين القلم الاحمر؟ الميو مع الميو، الاي مع الاي، لان هو قال لي نفس التيار، تمام؟ فاضل لي الاثنين دول. خد بالك انا مش هكمل حل، ليه؟ الار واحد معلومه، الار 2 معلومه، الان واحد معلومه، تقدر تحسب مين؟ ان 2. بكده المساله اتحلت. عشان كده اقول لك طلع معطياتك هتلاقي المساله في تكه طلعت معاك النتيجه بتاعتها. طيب تعال نبص على المساله اللي بعدها، بيقول لك فيها ايه بقى؟ بيقول لك ملفان دائريان متحدا المركز وفي مستوى واحد. طب برضه نفس الفكره، مفيش جديد يعني. طيب قطر الاول ضعف قطر الثاني. حلوه دي، تعالى نكتب بقى قطر الاول اهو بيساوي ضعف قطر الثاني. واحد يقول لي لا يا باشمهندس ده ارضي نصف القطر. يا حبيبي لما القطر يبقى ضعف القطر الناحيه الثانيه يبقى برضه نفس الحوار، نصف القطر في الاولى ضعف نصف قطر الثانيه، عادي جدا. يمر بكل منهما نفس التيار، ماشي، يعني اي واحد بتساوي اي 2، جميله دي، وفي نفس الاتجاه. فكان يعني المجالين في التيارين في نفس الاتجاه، يبقى المحصله هتبقى ايه؟ هتبقى جامع. وكان بي واحد اقل من بي 2، يعني كثافه الفيض الاول اقل من كثافه الفيض بتاع الثاني، جميل. اللي هو الملف الخارجي ده بي واحد والملف الداخلي ده اسمه بي 2، وعند عكس اتجاه التيار في الملف الخارجي قلت كثافه الفيض الناشئ عنهما عند المركز الى النصف. طيب يعني البي المحصلة في الحالة الجديدة بتساوي اللي هي عبارة عن تبقى عن عبارة عن حصل طرحهم. طب اطرح مين من مين؟ هو قال لك ان بي 2 اكبر من بي 1، هقول له اللي هي بتساوي بي 2 ناقص بي 1، عشان كده هو مديك المعلومة دي، خد بالك، تمام؟ هقول له الكلام ده قلت إلى النصف. هنترجم بقى الجملة دي، تعال نحل بقى. بص يا سيدي، ملفان دائريان متحدة المركز، جميل، في مستوى واحد، فل قوي، قطر الأول ضعف قطر الثاني ونفس التيار زي الفل قوي. كان بي واحد اقل من بي 2 وعند عكس التيار. لا استنى، مش عكس التيار، انت عكس، عند عكس التيار دي انت بتكلمني على حاله جديده. خلينا نحل في الحاله دي الاول. لما يكون متحد المركز وفي مستوى واحد والتيار في نفس الاتجاه، يبقى المفروض ان البي الكليه، هعمل عليها كده، بص، بي كليه واحد اللي هي قبل ما نروح لحاله جديده، بتساوي البي واحد زائد البي 2، لان في نفس الاتجاه التيار، يبقى المجالات في نفس الاتجاه، يبقى المحصله جامعه. طيب تمام، جميل جدا. تعالى بقى ده في الحاله الاولى. طب تعالى نبص بقى على الحاله الثانيه، البي توتال بعد ما عكسنا اتجاه التيار. انت عارف يعني ايه نعكس اتجاه التيار؟ يبقى المحصله طرح اللي هي دي. فالكلام ده بيساوي بي 2 ناقص بي 1. بس خد بالك هو كان قال لي جمله، كان بيقول لي بقى ايه؟ وعند عكس اتجاه التيار في الملف الخارجي قلت كثافه الفيض الناشئ عنهما، يعني المحصله بتاعتهم يعني، عند المركز الى النصف. انت عارف ده نترجمه لايه؟ نترجمه ان البي الجديده المحصله بتساوي نص البي القديمه بتاعت المحصله. وصلت الفكره؟ ما بقول لي بقى اعيد تاني عشان تفهم. وعند عكس اتجاه التيار في الملف الخارجي قلت كثافه الفيض بتاعت الملف الاول ولا الثاني ولا الناشئ عنهما؟ لا الناشئ عنهما، يعني المحصله، يعني اللي هي مين المحصله؟ البي تي 1. بي تي 1 قلت للنص، يعني بي تي 2 الجديده بقت بتساوي نص القديم. فنقدر بقى ايه؟ اضرب دي في 2، تمام كده؟ يعني اضرب دي في 2، فيبقى بي تي 1 اللي هي ديت، هضرب دي في 2 هتساوي 2 بي 2 ناقص 2 بي 1، تمام كده؟ تمام. وبعدين تاخد بقى الاثنين دولت وتساويهم ببعض. انت عندك ديت هتبقى بي تي 1 اهي، واللي فوق بي تي 1. فتيجي تقول لي بقى بي 1 زائد بي 2 بتساوي 2 بي 2 ناقص 2 بي 1. ودي بقى كل واحده في الطرف بتاعها، ودي ديت الناحيه الثانيه، هيبقى 3 بي 1
بتساوي وادي دي الناحية التانية هتساوي بي 2، خلاص؟ فيبقى انت عندك المعادلة هي تعوض بقى بالقوانين. القوانين بتقول لك ايه؟ 3 البي 1 عبارة عن ميو في اي 1 في ان 1 على 2 ار 1، البي 2 عبارة عن ميو في اي 2 في ان 2 على ار 2. بس المسألة اتحلت ليه؟ أول حاجة الميو طارت مع الميو، وهو كان قايل لي في المسألة فوق نفس شدة التيار، فيبقى الاي طار مع الار، وهو قايل لي فوق علاقة الار بالار، يعني مديني ار 1 وقال لي ان هي بتساوي 2 ار 2، فالارات مشكلتها اتحلت. وكمان مديني ايه بقى؟ احسب النسبة بين عدد لفاتهم، تقدر فاضل لك بس ان 1 وان 2 تحسبهم. طبعا حتة بقى الحسبة دي انا مش هنقعد نضيع وقت في الرياضة، احنا حلينا النسب ديت بدل المرة 50 في الفصل الأول، فأنا بس بعرفك الخطوات بتاعت الفكرة بتاعت المسألة، والحتة الرياضة اللي في الآخر دي بسيبك أنت تمشي فيها ما فيهاش أي مشكلة. السؤال رقم 11، شكل سلك مستقيم مقاومته 48 أم على شكل حلقة مغلقة قطرها دي زي دي كده، وتم توصيل بطارية 6 فولت عبر طرفي قطرها كما بالشكل، يعني عندك الرسم دي وصل ايه بطارية هنا كده على طرفي الملف او اللفة الدائرية. اوجد المقاومة الكلية بين النقطتين. بص يا سيدي، اذا كان ده كله على بعضه مقاومته 48 اوم، يبقى مقاومة الفرع اللي فوق 24 ومقاومة الفرع اللي تحت 24، فالتيار اللي جاي هنا كده هيتجزأ عليهم الاثنين، يعني الاثنين توازي، فيبقى 24 توازي مع ال 24 يبقى المقاومة بكام؟ ب 12 اوم زي ما انت شايف كده. رقم ب، اوجد شدة التيار المار خلال سلك الحلقة. والله هم مديني بطارية 6، يعني بص مديك البطارية اسف ال في بي بتساوي 6، وقال لك مهمل المقاومة الداخلية، وانت حسبت المقاومة الكلية بتساوي 12 اوم، يبقى التيار الكلي بيساوي ال في على الار هيساوي 6 على 12 هيساوي نص امبير، فالإجابة بتاعتك بنص امبير. رقم ج، اشرح لماذا تنعدم كثافة الفيض عند مركز الحلقة. ليه يا باشا هتنعدم كثافة الفيض؟ بص ببساطة جدا، التيار بتاع الحلقة اللي فوق ماشي كده، التيار بتاع الحلقة اللي تحت ماشي كده. بص على المجال بتاع الأول، المجال بتاع الأول هتمشي الأربع صوابع معاه فيبقى للداخل، المجال بتاع التاني هتمشي الأربع صوابع معاه كده أهو فيبقى للخارج، الاتنين قد بعض في المقدار ومتضادين في الاتجاه فيلاشي كل منهما الآخر، علشان كده تنعدم كثافة الفيض. فإجابتي هتكون إن اتجاه التيار في اللفة العليا عكس اتجاه التيار في اللفة الأخرى، بص ده كده وده كده، تمام؟ فيكون اتجاه المجال، أو ممكن تجاوب له باختصار تقول له لأن اتجاه المجال الناتج عن مرور التيار في النصف الأعلى عكس اتجاه المجال الناشئ في ناشئ عن مرور التيار في الجزء الأسفل، ومتساويين في المقدار فيلاشي كل منهما الآخر. رقم 12، حلقة دائرية نصف قطرها 5 سنتي يسري فيها تيار شدته، يبقى مديني الار والاي، احسب شدة المجال المغناطيسي في مركز الحلقة. احل ولا مش محتاجة؟ مش محتاجة. ليه؟ انا عندي البي بيساوي ميو في اي في ان على 2 ار، هو بيقول لي حلقة يبقى ان بواحد، مديني شدة التيار والار والميو معروفة اهو، مديني نصف القطر والتيار، والميو 4 باي في 10 سالب 7 فاتحلت. رقم ج، اذا سنيت الحلقة من منتصفها بحيث يعامد كل نصف الحلقة النصف الآخر، احسب شدة المجال الناتج عند المركز. جميل جدا الحتة دي، يعني ايه سنية الحلقة من منتصفها؟ هو عامل لك حلقة معدنية اللي هي ايه زي كده، تمام؟ سنية الحلقة من منتصفها بحيث يعامد كل نصف حلقة على الآخر، هقسمها نصين كده اهو بحيث يبقى كل نص عمودي على التاني، بس يبقى كل نص عمودي على التاني. طيب خلينا ناخد النص اللي هو ايه، النص اللي هو الفؤاني ده، اتجاه المجال بتاعه هيبقى عامل ايه؟ عمودي عليه، يعني اتجاه المجال لو انا عايز اعمله كده هيبقى عمودي عليه كده، تمام؟ يبقى كده. طب والنص التاني اللي هو ده اللي هو الحته دي كده، تمام؟ الحته دي كده هيبقى المجال بتاعها عامل ازاي؟ بص هو النص ده كده اتجاهه داخل كده، تمام؟ النص بقى ده هيبقى اتجاهه لكده خلاص لتحت، يعني الاثنين بينهم زاويه كام؟ 90، تمام كده. فاذا ثبتت الحلقه المنصفه بحيث يعامد كل نصف حلقه النصف الاخر، احسب شده المجال المغناطيسي عند المركز. بص يا سيدي، هتحسب بي واحد على اساس انها نص لفه، ليه؟ هيبقى عندك التيار اللي بيمر فيها 10، ونصف القطر كام؟ 5، وعدد اللفات بتاعتها كام؟ نص، لان انا كان عندي دايره تانيتها نصين، ففي نص كده وفي نص كده، تمام؟ فيبقى عندي في الحاله ديت هعوض بي البي بتساوي ميو في اي في ان على 2 ار، الار معلومه للحالتين والتيار معلوم للحالتين، الاثنين قد بعض، ونص الحلقه برضه معلوم، فهيطلع كثافه الفيض الاولى قد كثافه الفيض الثانيه، بس المحصله هتبقى ايه؟ هتبقى الجذر التربيعي للاثنين، لتربيع الاثنين. يعني بص يا سيدي، انا مش هعرف ارسم الحلقه هنا بس انا وصفتها لك كرسمه، يعني هيبقى هتحسب البي عباره عن ميو في اي في ان على 2 ار، ده ب 10 امبير ونصف القطر معلوم والحلقه هتعوض عنها بنص، خلاص كده؟ فبيطلع لك رقم، تقوم جاي له البي الكليه بتساوي الجذر التربيعي للرقم اللي طلع ده
تربيع زائد نفس الرقم تربيع، خلاص، لان الحلقتين كثافه الفيض قد بعض، فيطلع لك الناتج بتاعك. تمام. بص يا سيدي، كل اللي انت عملته في الحساب الجديده ان انت عوضت عن ده بنص، هنا كنت معوض عنها بواحد، هنا عوضت عنها بنص، فاحنا نحسب دي. هحسبها لك بالاله الحاسبه عشان بس نتاكد من حسبتنا مظبوطه ولا لا. بص، الميو بكام؟ 4 في 4 باي في 10 اس سالب 7، ده 4 باي في 10 اس سالب 7. ده الميو. في التيار، التيار بكام؟ ب 10 امبير، 10 امبير. تمام. في الان، عدد اللفات قلنا بواحد، صح كده؟ يبقى في هنحسب عدد اللفات بنص، تمام؟ اللي هو احنا بنحسب بقى في نص الحلقه الاولانيه ونص الحلقه الثانيه. المقام، المقام عندي 2 في ار، هقول له 2 في الار بتاعتك بكام؟ ب 5 بس سنتي، يبقى اضرب في 10 اس سالب 2. تمام؟ تمام. الرقم ده هكتبه هنا علشان هناخده دلوقتي نربعه، 1.256 في 10 اس سالب 33 تسلا. تمام؟ تمام. تعالى بقى نحسب الرقم ده، نقول له الجذر التربيعي للرقم ده اللي هو واحد، لا نفتح قوس كده، 1.256 في 10 اس سالب 33 الكل تربيع. المفروض هجمعه على نفس الرقم تاني، فبدل ما هجمعه هضرب في 2. تمام؟ واقول له الكلام ده بيساوي، طلع 1.77 في 10 اس سالب 30، يبقى كده احنا في غلط عندنا في حاجه. في غلط عندنا في حاجه. 4 باي، 4 باي في 10 اس سالب 7، تمام. في ال 10 على 10 اس سالب 2، طب ما هي دي الحسبه دي كده تمام. الحسبه دي طلع 10 اس سالب 33، في حاجه غلط، احنا حاسبين حاجه غلط. 10 اس سالب 2 في التيار، لا في حاجه غلط. 4 باي في 10 اس سالب 7، تمام. بص بقى، 10 اس سالب 7 انا غلطت، وبدل ما انزل تاني يعني قلت في 10 اس سالب 7 وضربت رقم في الاس فوق، يعني 10 اس سالب 7 وضربت في الاس 10 كمان وضربت نص كمان. تمام. فانا هلغي الكلام ده وانزل كده تحت، وبعدين اقول له في التيار ب 10 في نص عدد اللفات بنص، واحسب الحسبه ديت، طلعت لي 6.28 تمام في 10 اس سالب 5. هقول له بقى الجذر التربيعي، افتح قوس 6.28 في 10 اس سالب كام؟ 10 اس سالب 5. الكلام ده كله طبعا مربع، وبعدين اضربه في 2، اعتقد انتوا فاهمين انا بعمل ايه. الكلام ده هيساوي 8.88 في 10 اس سالب 5، هو طبعا قرب 8.9 في 10 اس سالب 5، فالموضوع مش صعب نهائي. انا قلت اوريكم بس واحده بالارقام برضو عشان تبقوا عارفين الدنيا ماشيه معانا ازاي. في الشكل المقابل، يمر تيار كهربي في حلقه مركزها اكس، تمام، ومساحه مقطع السلك المصنوعه منه كذا، يبقى مديني ماشي المركز اكس ومديني مساحه المقطع، ماشي مفيش مشكله. احسب المقاومه النوعيه لماده السلك، يبقى هو عايز المقاومه النوعيه لماده السلك. طب المقاومه النوعيه احنا اللي احنا نعرفه ان الار بتساوي رو اي في ال على ايه، فانا عشان احسب المقاومه النوعيه اللي هي رو اي فهي عباره عن ار في ايه على الطول، فانا عايز احسب دي، يبقى لازم الثلاثه دول يكونوا موجودين او انا احسبهم. طب ايه اللي موجود منهم؟ هو قال لي مساحه مقطع السلك المصنوع منه كذا، يبقى انا عندي المساحه، طبعا هو مداني بالسنتيمتر مربع، فاضرب في 10 سالب 4، فاضل لي الطول وفاضل لي ايه؟ نص، فاضل لي المقاومه الكهربائيه. فتعال نبص يا سيدي، انت عندك ايه بقى؟ هنا بطاريه 1 فولت، وعندك هنا 4 امبير طالعين، فانت عندك بطاريه 1 فولت وعندك 4 امبير. الكلام ده محتاج ان احنا نجيب ورقه كده ونحسب. بص يا سيدي، هرسم لك الرسمه هنا من جديد علشان تستوعب معايا الحل بتاعها. ادي البطاريه، انا هرسم هنا بطاريه كده ب 1 فولت، تمام، وهعمل هنا الدايره كده، تمام، ادي الدايره بتاعتي. خد بالك هو واخد هنا كده ربع دايره، يعني الجزء ده كده ربع دايره. التيار اللي ماشي هنا 4 امبير، والبطاريه ديت 1 فولت. خد بالك احنا من هنا نقدر نعمل حسبه اللي هي ايه يا معلم؟ ان احنا نيجي نقول له ان الار الكليه بتساوي الفي الكلي على الاي الكلي. طب دول معلومين؟ ما الفي الكلي بكام؟ بواحد. الار الاي الكلي بكام؟ باربعه. يبقى الكلام ده بيساوي ربع اوم، يبقى انا عرفت المقاومه الكليه، صح كده؟ تمام. خد بالك بقى المقاومه الكليه ديت اللي هي مش هنقدر نقول عليها مقاومه السلك ده، لا، ده هي مقاومه المكافاه بتاعه التوصيل، يعني ما اقدرش اقول عليها هي مقاومه طول السلك ده، غلط. خلاص، لو بصينا هنلاقي ان التيار لما يجي هنا هيتجزأ هنا كده ويتجزأ هنا، وبعدين التيار ده يجي هنا ويتجمعوا الاثنين وينزلوا هنا 4 امبير. خد بالك بقى، يبقى انا عندي الجزء ده توازي مع الجزء اللي فوق. طب نركز كده مع بعض، لو انا مسمي الجزء اللي فوق ده، لو انا مسمي مقاومه الحلقه كلها ار داش، دي مقاومه الحلقه بتساوي ار داش اللي هي المقاومه الكليه، تمام، يبقى ده عباره عن ار داش على 4، وده عباره عن ايه يا جماعه؟ عباره عن
3 ار داش على 4. ليه؟ لان ده 3 ارباع اللفه وده ربع اللفه. يبقى الار الكليه اللي هي بتساوي ربع اوم، تمام كده، بتساوي حاصل ضربهم على مجموعهم، بتساوي ار داش على 4 مضروبه في 3 ار داش على 4. الكلام ده على مجموعهم، طبعا مجموع الاثنين دول بار داش لان ربع وثلاث ارباع على ار داش، تمام. فطبعا ار داش 3 مع الار داش، وخد بالك ديت هكتبها 4 يبقى دي ربع، بيساوي ار داش هنا مضروبه في 3 ومقسومه على 4 و4، تمام كده، 4 في 4. هطير 4 من دولت مع 4 من دول، هيطلع لك ان الار داش بتساوي هنا ال 4 تنزل مع ال 3 هيساوي 4 على 3 اوم، تمام. خدنا المقاومه ديت بقى ونروح نعوض ان الرو اي بتساوي ار، ان الرو اي بتساوي ار في اي على ال، فهتساوي الار حسبناها ب 3 ارباع اسف ب 4 على 3 اوم. مساحه المقطع هو مديها لي 0.02 في المساله، هضرب في 10 اس سالب ايه؟ اضرب في 10 اس سالب 4 عشان احول من سنتيمتر مربع لمتر مربع. فاضل لي طول الحلقه اجيبه ازاي؟ بص يا سيدي، طول الحلقه هكتبه ال دلوقتي، هو مديني في المساله اهو نصف القطر ب 7 سنتي. هاجي اقول له بص يا سيدي، انت كان عندك ان نصف القطر طول الحلقه، طول الحلقه ده عباره عن محيطها، والمحيط ده عباره عن 2 باي ار، وشرحنا الكلام ده في فيديوهات الشرح. فالكلام ده طبعا تقدر تجيبه، يعني تقدر تشيل ال ال ديت وتعوض مكانها 2 باي ار. فاذا رو اي بتساوي المقدار ده كله، طب انا هكتب على طول في، هكتب هنا 2 في 3.14 في الار بتاعتي اللي هو نصف القطر اللي هو بكام؟ ب 7 سم، 7 في 10 اس سالب 2. هنحسب الحسبه دي ونتاكد ان هي مظبوطه معانا ولا لا، تمام؟ نعمل القوس البسط والمقام، هنيجي نقول له كده فوق 4 على 3 في 0.02 تمام؟ في 10 اس سالب كام؟ اس سالب 4، تمام؟ نقسم بقى على المقام بتاعنا اللي هو كام؟ 2 في 3.14 في 7 في 10 اس سالب 2. نحسب الحسبه ديت طلعت 6.06 في 10 اس سالب 6 اوم في متر، تمام. دي نفس الاجابه اللي طالعه معايا هنا. كثافه الفيض عند مركز الحلقه تساوي كام؟ كثافه الفيض هتساوي صفر. انت بقى زي الشاطر كده احسبها، انت عندك كام حاجه بتعمل كثافه فيض هنا؟ حاجتين، الخط ده والخط ده. خد بالك التيار اللي ناتج عن ده، لو انا جيت اجيب اتجاه المجال بتاعه هلفه في ايدي كده مع التيار، يبقى المجال لاسفل، يبقى مجال الحلقه الكبيره لاسفل، او بلاش لاسفل، لداخل الورقه. طب المجال بتاع ديت، بص انا عايز الف في ايدي كده معاها، فبلف في ايدي كده، يبقى المجال بتاعها ايه؟ لاعلى، مجال الحلقه الصغيره لخارج الورقه. احسب بقى الاول واحسب الثاني. البي بتاعت الاول بتساوي ميو في اي واحد في ان واحد على 2 ار واحد. طبعا البي بتاعت الثاني اللي هي هتبقى، هكتب كده القانون اهو، بي بتاعت الثاني بتساوي ميو في اي 2 في ان 2 على 2 في ار 2. الميو معلومه للاثنين، 4 في 10 سالب 7. التيار بتاع الحلقه الكبيره احنا المفروض نبقى عارفينه، اللي هو ايه؟ المفروض ده 4 امبير. هيتقسم ازاي هنا وهنا؟ هنا مقاومه صغيره يبقى يمشي فيها تيار كبير، هيمشي فيها كام؟ 3 امبير. ودي يمشي فيها كام؟ 1 امبير. ليه؟ المفروض المقاومه ده اهي قد دي 3 مرات، فيبقى التيار هنا قد ديت 3 مرات. عايز تعملها بقى بقانون حساب تيار الفرع، اعملها براحتك زي ما انت عاوز، تمام؟ كل الكلام ده احنا شارحينه قبل كده. فالمهم يبقى الميو عرفناها 4 في 10 سالب 7، التيار هيبقى الكبيره ب 1 امبير والصغيره بكام؟ ب 3 امبير. عدد اللفات ديت ب 3 ارباع لفه وديت بربع لفه. الار 7 سم و7 سم، تقدر تعوض في المساله وتحسب، تحسب دي وتحسب ديت، هتلاقيهم ان الاثنين قد بعض، هتلاقيهم الاثنين قد ايه؟ قد بعض، تمام كده؟ بعد ما تلاقيهم الاثنين قد بعض وتقوم جاي تيجي تحسب المحصله بتاعتهم، طبعا واحد كان للداخل، لداخل الورقه واحد لخارج الورقه، تيجي تحسب المحصله بتاعتهم هتديك ايه؟ هتديك زيرو، تمام. بكده خلصنا اول مجموعه اسئله، وديت كانت على الملف الايه؟ الدائري. مش عارف بقى ديت هيبتدي هنا يدمج لك بقى ملف دائري مع سلك مستقيم، وما اعرفش اذا كان حاطط معاهم ملف لولبي ولا لا، بس هنا غالبا دول ملف دائري مع سلك مستقيم، وبعد كده هيبتدي يدمج الملف الحلزوني مع الملف الدائري، وبعد كده يدمجهم كلهم مع السلك المستقيم. طبعا كل الافكار دي احنا اصلا شارحينها في فيديوهات الشرح، يعني هنكتفي في الفيديو ده بحل الجزء ده، ونشوفه على خير ان شاء الله في الفيديو اللي جاي.